بتوفر فرصة عمل وباب رزق ليك والناس ولغيرك. كتير الحقيقة. معايا طبعا حضرتك؟ طبعا. فالفدان ده بيوفر فرصة عمل مباشر. ففدان العيلة ده احنا بنوفره في 3 أشكال. احنا بنوفر فدان العيلة انك تستلم فدان العيلة مزروع زيتون برعاية 3 سنين مجانا، حتى الانتاج من الشركة ب100,000 جنيه بدون مقدم، تدفع 5,000 جنيه لمدة 12 شهر عشان نديك فرصة انك تتابع معانا وتتابع جدية الشركة عظيم. مع الدفع بتاعك. ايوه. وبعد ال 12 شهر بتدفع 1000 جنيه على 40 شهر، وبتستلم مني فدان مزروع زيتون برعاية مجانية لمدة 3 سنوات حتى الانتاج من الشركة. بلس ان احنا بنوفر لحضرتك مكان تقدر تبني فيه شاليه صغير او بيت صغير، او تجيب كرفان محترم كده ثمنه ما بيعديش ال 40,000 جنيه، جاهز تحط تروح تقضي انت والاولاد ويك الدي اند يوز بتاع مثلا. او ويك اند مثلا. ده اول نموذج بنوفرهم في فدان العيله. النموذج الثاني، حضرتك مش عايز تستنى لما الزيتون ينتج، بنوفر لك الفدان، بنسلمه لك جاهز على الزراعه، وبنأجره من حضرتك فور التعاقد ب 8,000 جنيه في السنه لمده 5 سنوات. خلال ال 5 سنوات دول تكون رجعت 40,000 جنيه وعملت كاش باك، يعني تقريبا الفدان ملك هيقف عليك ب 60,000 جنيه، مش ب 100. وفي الوقت ده العمليات الزراعيه والخدمات الزراعيه اللي ضفناها للارض شغاله برضه. عندك عملت قيمه مضافه، وسبنا طبعا. لك شبكه ري باكثر من 15,000 جنيه، بالاضافه للاعمال الزراعيه اللي تمت في خلال ال 5 سنين تقدر باكثر من 20,000 جنيه، يعني حوالي 35,000 او 40,000 جنيه سبناهم لك كمان في الارض، وسعر الارض ارتفع وزاد. النموذج الثالث اللي احنا بنقدمه من خلال فدان العيله، ان حضرتك مش عايز تمتلك ارض ومش عايز تزرع وتتعب نفسك، لا، انت بتشاركنا في نفس ذات المشروع بنظام الزراعه التعاقديه. احنا بنزرع الارض، تمام، وبنشتري من حضرتك المحصول وفق دراسه جدوى بعقود وبشيكات بنكيه، تدفع 50,000 جنيه تكلفه زراعه الفدان، سواء النخيل لو انت عايز تستثمر استثمار طويل الاجل، بنزرع نخيل معاك والشركه بتشتري انتاج النخيل ده لمده 10 سنوات ويجدد، تمام، بالاضافه بعد ال5 سنوات الاولى. بعد طبعا ويجدد. النوع الثاني برضو انك تستثمر استثمار قصير الاجل في المحاصيل الاستراتيجيه زي البطاطس وزي البنجر، وبتاخد العائد بتاعك شهري، وبنشتري طبعا المده بتبقى 6 شهور، وبنشتري من حضرتك المنتج طبقا لدراسه الجدوى اللي موجوده معانا. فانت حضرتك ما عليك انك تختار اي نموذج في فدان العيله، واحنا علينا الاستثمار في فدان العيله. النموذج الاولاني زي ما قلت لسيادتك، عايز تاخد ارض تمتلك ارض مخزن للقيمه، قيمتها بتزيد بالاضافه انك تستثمر في القيمه المضافه اللي فيها وهو زراعه الزيتون، فبنسلمك فدان زيتون برعايه 3 سنين مجانيه حتى الانتاج، بتدفع 60,000 جنيه عباره عن 5,000 جنيه على 12 شهر، وبعد كده بتدفع 1000 جنيه على 40 شهر. او ان حضرتك تاخد فدان العيله جاهز للزراعه لو انت مستعجل الربح، واحنا بنأجره من حضرتك ب 8,000 جنيه لمده 5 سنين. تم ايجار الفدان في الارض الريف القديمه، الفدان ثمنه 1,000,000 جنيه، ايجاره 10 او 12,000 جنيه، يعني حضرتك ب 60,000 جنيه بتاخد ايجار 8,000 جنيه. وبعد كده بنسلمك ارض بعد ال5 سنين فيها شبكه وفيها قيمه مضافه، وسعر الارض ممكن وقتها ممكن يزيد. يزيد. بلس ان حضرتك كمان لو مش عايز لا تستثمر في الاصل ولا في القيمه المضافه اللي على الاصل، انك تستثمر الاصل نفسه، احنا بنديك نظام اسمه نظام الزراعه التعاقديه، انك تزرع معانا بالمشاركه في محاصيل الاستراتيجيه زي النخيل وزي البطاطس والبنجر والحاجات دي اللي الرئيس اصلا بينادي بزراعتها، ان حضرتك بنزرع لك الارض احنا بالارض يعني، وحضرتك بتشاركنا بالتكاليف في حدود ال50,000 جنيه، وبنشتري منك المنتج بعائد كل 6 شهور ما بيقلش عن 12 ل 13%، يعني تقريبا 56,700 اللي بتدفعهم 50 بيردوا لك 56,700 خلال 6 شهور، بان احنا والمشاريع اوريدي بدات ومزروعه، واحنا مش بنقول له تعالى احنا صرفنا الاول وتعالى شوف اللي احنا صرفناه وساعدنا عشان نعمل غيره. ايوه. وبنشتري منه الانتاج وفق دراسه جدوى بعقود وايه؟ وشيكات بنكيه. يعني حتى لو حد جاي يشتري من حضرتك فدان او 2 او 3 وتفر يعني. اتفق، هو فدانه مضاعفات. بالظبط، ما بيبذلش هو مجهود. اطلاق. هو كل اللي بيعمله انه بيحط فلوس
ويمتلك الفدان ده، وانتوا بقى بتقوموا بالباقي. بالظبط. هو احنا دايما عندنا في 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 المجتمع المصري عندنا بنضيع على نفسنا فرص كتير جدا عشان حاجتين. اول حاجه بتضيع علينا الفرصه ان احنا بنتخيل ان كل الناس غلط وان احنا وبنخاف من الخساره. اتنين، ان احنا ما بنحاولش ان احنا نستقصي ونروح ونشوف وندرس الموضوع. معايا حضرتك؟ ايوه معاك. فبنضيع على نفسنا فرص كتير وبنضيع على البلد كمان فرص اكتر. تمام. فبالتالي النهارده الناس اللي هي عايزه تستثمر وهي مرتاحه احنا بنفرجها.